حمواتكم مع إيت سمارت، واليوم موضوعنا موضوع بهم الكل، عن مأكولات عيد الميلاد. السهرة صباح الخير. صباح النور ستيفاني، كيفك اليوم رندا؟ كثير منيحة. قبل ما نروح بدي أعيد المشاهدين وكل اللبنانية وبكل العالم بعيد ميلاد مبارك لألهم ولعيالهم، ومثل العادة دايما كمان نتمنى عيد بدم صوتي لصوتك، عيد مبارك بارك. وسلام لكمان لبلدنا يا رب. ستيف اليوم عم بدنا نحكي اشياء مهضومه، ما بدهم يخافوا المشاهدين. انا خفت صراحه. لا لا ما تخافي ابدا. منهم كمان بدي اقول لكم تابعوني على الانستغرام رندا دنيا فهد، لانه بدي احط ستوريز على الطبخات اللي طبختها اليوم لعشاء العيد. بتشوفوا اشياء مهضومه وصحيه وبطريقه كثير مهضومه. عم نسمع مزيك كريسماس لكن وعنا اتصال. الو الو صباح الخير. صباح النور. بونجور. بونجورين، مين معي؟ إلي خوري. إلي رح نسحب هلا ونشوف شو ربحت معنا. ماجيك بلانيت فاوتشر، اوكي؟ مبروك وميري كريسماس. ميري كريسماس. ينعاد عليك. وعليك. رح ارجع بلش حلقتي مثل ما بعمل دائما ستيف بتذكير المشاهدين بمسابقه بيري لايت، اللي هي عم تقول اي في كحول اكثر، هل هو النبيد الابيض اما النبيد الاحمر؟ طبعا عم يجاوبوا على الفيسبوك بيجز اللي دائما بنحكي عنها، ار دي اف رندا دنيا فهد، ام تي في الايف، وبيري لايت هيلث سنتر. كمان بدي احكي عن شيء نبلش فيه سنتنا اللي هو اسمه مايندفول ايتينج. بدراسه انعملت حديثا على الاشخاص اللي كانوا عم يتبعوا المايندفول ايتينج، يعني بناكل نحن ومدركين شو عم ناكل. وقسموا العالم قسمين، في قسم كانوا عم يتبعوا هالمايندفول ايتينج من خلال زياراتهم عند اخصائيه التغذيه اللي كمان عم تساعد بتعلمهم اكيد كيف exactly. الجروب الثاني كان عم يعمل رجيم بدون ما يتعلم هالشيء، وتبين انه بعد 8 اسابيع اللي هن عملوا مايندفول ايتينج، اللي هن كانوا عم ياكلوا بطريقه مدركين شو عم ياكلوا، مش بس روحوا عند اخصائي التغذيه خذوا ورقه ومشوا فيها ما تعرفوا ليش، اما ما تروحوا لعندها طبقوها من حدا ثاني اما صح. من خلال الانترنت. هول الاشخاص كانوا عم يخسروا بمعدل 2.85 كيلو، يعني تقريبا 3 كيلو اكثر من الجروب الثاني بخلال 8 اسابيع، وهيدي شغله كثير مهمه اكيد. وطبعا اللي بيخسر بهالطريقه تبين انه عم يضاين اكثر بخساره الوزن. بيستمر بالمايندفول ايتينج ستاف، بيكون الاشخاص بدهم يتعلموا كيف هن حسب المناسبات كيف يغيروا طريقه اكلهم. اليوم بلشوا شغل جديد وقته اطول، اليوم صاروا يوعوا ابكر، بمحل ثاني صار في سفر، بكل هو الأوقات كيف بدهم يكونوا عم ياكلوا. أوقات وقتها هن أكلوا شيء حسوا منه مزبوط بالنسبة لهم أما كميته، كيف يرجعوا يزبطوا هيدي الشغلة. الشغلة الثانية بدهم يتعلموا ياكلوا لينبسطوا ويتلذذوا بالأكل. وقتها نحن نبلش نتلذذ بالأكل بكمية الصغيرة اللي تخلينا بس لنشعر فيها باللذة، هون بكون نحن ربحنا المعركة. رح ناخد سوا وقفة مشاهدينا ونرجع لكم.